وضمن مساحتنا صباحية نور رح نتعرف كمان على ابتكارات جديدة، مستمرين دائما بالتعرف على ابتكارات الشباب اللي موجودة حاليا لحتى تدعم قطاعات مختلفة ومجالات مختلفة. اليوم رح نتعرف على قسم الصناعات النسيجية بكلية الهمك اللي توصلوا لجهاز خاص بمراقبة خيوط اللحمة. أكيد سلمى، مراحل صناعة السجاد كثيرة، يتم هزر بعض الخيوط وضياعتها في الوقت، أخطاء قد تؤثر على جودة السجاد. لهيك رح نتعرف ضمن مساحة على هيدا المشروع، أهميته وآلية العمل والاستفادة منه، مع الدكتور مجد بركات المشرف على المشروع، وكوثر الفاعور طالبة مشاركة بهيدا المشروع. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. رح نبلش معك دكتور مجد، ورح نسال بالبدايه شو هو هذا المشروع وكيفيه، خليني اقول، عمل هذا الجهاز، جهاز مراقبه الخيوط. اول شيء يسعد صباحكم وشكرا لاهتمامكم. المشروع جهاز مراقبه ماده الجوت على نول السجاد هو نتاج او ثمره مشروع تخرج بإشرافي أنا دكتور مجد مع المهندس محمد علي بلوق والمهندس محمد مصلي على طلاب كوثر فاعور وزميلته مرام جيجان. الجهاز بشكل رئيسي نحن دققنا على آلة السجاد، لأنه الآلة موجودة بعدة شركات حكومية، هاي المعامل معامل مهمة وإنتاجها وطني وغالي الثمن، لأنه السجاد معروف السجاد الوطني طبيعي 100%، وتحديدا ماده الجوت هي ماده مستورده وغاليه الثمن. لذلك ركزنا على فكره انه نحاول نوفر بهي الماده قدر الامكان. صممنا هذا الجهاز، جهاز بشكل رئيسي بيتالف من حساس تحريضي مع عداد كاونتر وبعض الادوات المساعده بالداره مثل الريلي وجهاز تحكم مع اشاره الى اخره. هذول الادوات طبعا كله كان بالتعاون الكامل مع اداره الشركه، مشكوره ممثله كان بالاستاذ جورج وحاليا الاستاذ عمار هلال والمهندس خزامه والعمال، ساعدونا بموضوع التشغيل والتركيب، والحمد لله تكلل المشروع بالنجاح بفضل الله. الطالبه كوثر، حضرتك مشاركه بالمشروع، خلينا نحكي عن هي المشاركه وانتم طلاب، يعني وين اجتكم الفكره، كيف بلشتوا فيها؟ وموضوع مهم اليوم لما نحكي عن مشروع بيدعم الصناعات السوريه اليوم ضمن ظروف نحن استثنائية وصعبة عم نعيشها. طبعا نحن فكرنا مشروع يكون مشروع تخرج مميز لنا بالنسبة لنا، ويكون نفس الوقت مفيد للدولة بشكل فعلي. مشان هيك نحن عملنا زيارات، عدة زيارات ميدانية عمومية على معمل السجاد الموجود بحوش بلاس، لقينا انه عندهم هدر مادة الجوت وهي مادة اساسية كثير بتصنيع السجاد، ومادة مستوردة مشان هيك غالية الثمن بسبب الواقع الانتاجي، صعوبة الواقع الانتاجي، وبسبب عمليات التخريب اللي حصلت على الشركة بسبب المجموعات الإرهابية. لقينا أنه في عندهم هدر بهي المادة، نحن حاولنا نخفضه من خلال تركيب أي جهاز يخفف من الهدر بهي مادة الجوت اللي هي خيوط الحذف عنا بالسجاد. بعد الدراسة، عدة دراسات مرجعية قديمة، توصلنا لهذا الجهاز. طبعا هو ابتكار جديد ما كان فيه له سابق ابدا، لانه حسب الانوال المتواجده عندنا، الالات الموجوده، بسبب عدم امكانيه تغييرها وقله الادوات اللي ممكن نغيرها، يعني لقينا انه هذا انسب جهاز ممكن يخفض الهدر عنا. نعم، يعني هون بدي اسالك دكتور، يعني مثل ما حكيت انه هو بيخفف الهدر من هي الماده، ولكن خلينا نشرح اكثر للمشاهدين ولو بطريقه مبسطه عن كيفيه عمل هذا الجهاز وكيف ممكن استخدامه على الالات لحتى التخفيف من عمليه الهدر. نعم، هلا لحتى نفهم الجهاز كيف عم يشتغل رح نفهم، رح نشرح شوي الطريقه المعتاده. بشكل اعتيادي العامل بيحط ضمن ماسوره المكوك كميه من الجوت، والآلة بتصنع بنفس الوقت سجادتين، وبالتالي هو بيحط مكوكين. الحساس لمادة الجوت للأسف هو لأنه الآلة قديمة، الحساس ما هو موجود ميكانيكي ومعطل وما هو شغال، فبناء على خبرة العامل وتوقعه أمتى ممكن تنتهي هاي الكمية بيحط على قدها، فهو بيوقف الآلة بمرحلة معينة. أنا زودتكم بصور، لاحظوا هذا كله، هذا هدر بالمادة. بيوقف هو الآلة، وشو بيضل من الماسورة؟ زيادة ممكن، زيادة بكبها حتى لو كان لسه بتكفي هي، بس لأنه مشان ما يصير في عيب بالسجادة فهو بيوقفها بمكان معين، وللأسف بيضطر يغير التنتين مع بعض، يعني كل شيء بقيان بكبه. فنحن فكرنا بآلية تراقب الآلة وتراقب كمية المادة.
وهي تنبه العامل انه هلا حال وقت انه تطفي الآلة، يعني بديل للحساس المعطل. تماما، هو حساس ميكانيكي قديم درسناه نحن مع الطلاب، لقينا انه ما في امكانيه لتصنيعه لانه حساس لآلات قديمه. اقتصادي حتى يعني ما في تستورد قطع. تماما، فاليوم عم نشوف ابتكارات للطلاب، هذا المهم، تلاقب البيئه، يعني تلاقب الظرف اللي نحن فيه، وعم نحاول الطلاب يمكن ضمن القطع او هن يصنعوا قطع. تمام. فعلا يكون في لها تاثير ايجابي. خلينا نحكي عن يعني فينا نقول هون ايقاف للهدر مثل ما قلنا، مع وفينا نقول في عائد اقتصادي يعني كمان له جانب اخر اختراع هيدا الجهاز انتم كطلاب. خلينا نحكي عن هي الجزئيه، قديش بتكونوا سعيدين لما فعليا تنفذوا هيك مشروع تخرج اليوم بيتناسب مع الواقع اللي نحن عايشينه، مثل ما قلتي هذا الجهاز الاول من نوعه. تمام، نحن اول ما صممنا الجهاز توقعنا انه يكون في له عائد اقتصادي، والحمد لله حققنا وفر كثير منيح بهي الماده بسبب صعوبه استيرادها بسبب العقوبات الاقتصاديه. صحيح. على سوريا خفضنا تقريبا نحن من كل ماسوره حوالي 12 جرام. طبعا بتشوفوه كميه قليله، بس بالنسبه للطاقه الانتاجيه للمعمل اللي هي عندنا حاليا 7 أنوال شغاله، حققنا حوالي 27 مليون سنويا. اللي ركبنا على كل الاجهزه هي مع اختصار سعر الاجهزه اللي ممكن تركب على الانوار. يعني دكتور انتم اشتغلتوا على تقريبا معمل واحد من المعامل ولا لا في خليني اقول دراسه لتوسيع وجود هذا الجهاز؟ واذا كان على معمل فقديش شفتوا فيه نتيجه قبل وبعد؟ يعني لو نحن عم نحكي عن تواجده بالسوق بين الصناعيين، وخصوصا يعني مواسم السجاد مواسم عمل كبيره، وسوق السجاد من الاسواق المهمه بسوريا. صحيح صحيح تماما، تحديدا مثل ما تفضلتي السجاد الصوفي الوطني هو سجاد مطلوب لانه طبيعي وبيعمر كثير. هلا نحن بصراحه كمشروع تخرج ما كان في امكانيه نشتغل على مساحه معمل، اشتغلنا على آلة واحده. آلة واحده، نعم، وعممنا الدراسه على الآلات كلها، يعني نحن لسه ما نفذنا على الآلات كلها، نحن كان على آلة واحده. المردود الاقتصادي درسناه على آلة واحده، وعملنا دراسه لامكانيه التوسيع التنفيذ على كامل الآلات. هلا بالنسبه للسجاد تحديدا بالبلد في عنا عدة معامل لتصنيع السجاد، وللأسف كل آلاتها تقريبا قديمة الطريقة. وإمكانية شراء آلات حديثة بالظروف الحالية صعبة جدا، صعبة جدا ومكلفة. نعم. جدا يعني. نعم، لذلك في إمكانية كبيرة أنه هذا الجهاز يتصنع مو بس للمعمل اللي موجود بدمشق بحوش بلاس، يتصنع لكل المحافظات، يعني بحلب يمكن وبحما في عنا معمل، وهيك بحق مردود بتلفنا إذا هون 27 مليون هاي المردود طبعا من حوالي 4-5 شهور يمكن هاي يكون زاد، وبالتالي كل اذا توسع التنفيذ اكيد راح يكون المردود افضل، وممكن نصنع ايضا تحديثات او تطويرات على الجهاز. يعني احنا ممكن نوصله تماما دكتور، يعني احنا عم نقول على جهاز دراسه للجهاز بيتم تطبيقه على جميع الالات وتتوسع ضمن اطار جميع المعامل، والات جديده فينا نقول او اجهزه جديده للنهوض بالصناعه فينا نقول السوريه، لانه مثل ما قلت اغلب المعامل هي تعرضت للاسف ل إرهاب كتير كبير، يعني هي كان الهدف منه أساسا ضرب هي الصناعات لأنه هي تراث سوري. اليوم عم نشوف شباب سوري عم يحاول يكون شريك، وأنت دكتور في الجامعة، فقديش فعليا في عنا إمكانيات من مواهب الشباب اليوم ضمن هيدا الإطار في الاستفادة منه وتنفيذ هي المشاريع، مثل ما قلنا بيكون إلى عائد اقتصادي كتير كبير. نعم. اليوم للوطن. نعم، هلا الشباب السوري شباب قوي وعنده إرادة وعنده علم. ونحن سنويا عم نعمل معرض بكليتنا عم يعطي صوره عن افضل المشاريع. هلا مثل ما تفضلتي اذا صار في امكانيه ربط هاي المشاريع مع البيئه العمليه اللي هو القطاع العام، هي اهم جزئيه. نعم، فاكيد رح يصير في توفير للبلد وتحسين الواقع، وبنفس الوقت تشجيع للطلاب وتشجيع للمدرسين انه نحن حصلنا على مردود. يعني نحن مو بس عملنا انجاز اكاديمي، عملنا انجاز ايضا وطني على مستوى الصناعي. ومثل ما حكيت لانه شيء ممكن امكانيه تطويره، هذا مجرد مشروع تخرج، لو كان ماجستير او دكتوراه يمكن كان افضل وكان عمل امكانيه. ان شاء الله بيتطور ونشهد على ان شاء الله باذن الله. يعني بختام حديثنا بدنا نشكركم، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق ولكل الشباب وايضا الكوادر الجامعيه اللي عم تسعى لحل ثغرات ومشاكل بالمجتمع. شكرا لك. شكرا كثير لكم. اكيد بشكرك الدكتور مجد بركات وطالبه اكيد كوثر الفعور على وجودك معنا، نوجه تحيه لكل الطلاب اللي عم فعلا يقوموا بمشاريع تخرج هامه وهادفه اليوم بمجتمعنا. شكرا كثير لك. من الشركه هي شهاده التقدير. نعم، تقدير لتنفيذ الجهاز. نعم، شكرا كثير لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم.